تمرين الحوار باستوديو رح نستقبل خضر أرسلان. أهلا وسهلا فيك خضر. خضر حضرتك بسبب التنمر فكرت بالانتحار. صح. أهلا وسهلا. أنت معروف خضر على مواقع التواصل الاجتماعي بيستعملوا صورك كإيموجيز. انتشر لك فيديو بسبب كلمة قلتها. صح. شو هي الكلمة وكيف قلتها وقتها لنفهم ليه انتشر؟ حملت التليفون وقلت أنت يا سمراء يقبرني سمارك عادي. ايه هاي هي. فنزلته. وشو صار؟ نمت وفقت لقيت العالم كلها كابسة علي. كابسة كيف يعني؟ كابسة كيف؟ بس انت مسخافة هلا؟ أنا مسخافة؟ لا أنا شو هالسخافة يعني؟ سخافة المجتمع أنه كل شيء بيكبروا الأمور. أنا مسخافة؟ أنا الحقيقة. بس شو عادي؟ وبعدين؟ شو هي العادي؟ ما فهمت. أنه إيه؟ أشعار شو بتعتبر؟ أنت بتقولي أشعاري؟ أكيد. أنت مش عادي. أكيد أنا مش عادي. أكيد أنا مش عادي. طبعاً. هيدي حبيتها. فينا هيدا حديث تنمر ولا شو؟ لا طبعاً. حديث تنمر. عم نشهد هلا عفواً عم نشهد حالة حية للتنمر. عادي ومش عادي وشو هيدا ومش kind هيدا. Of. لا يعني حبيت kind of. هذه الكلمة أنا معك أنا مش عادي. برجع طبيعية أنت. برجع لعند خضر. نزل الفيديو نمت وعيد. شو نوع الكلام اللي انقال عنك؟ زقفوا لك الناس ولا صار في تنمر عليك؟ كان في تنمر وكان في يعني كان في غيره اكثر. غيره ليه؟ انه شو كلمه انه انت مين انت لتنشير بهذه السهوله؟ ايه بس مش الناس اللي بيتم التنمر عليهم خضر بفكروا انه ناس غيرانه منهم كمان؟ انا بحس ما كنت قبل هيك بفكر بس هلا بحس هيك انه بيغاروا مني. انت بيغاروا من شو؟ بيغاروا لانه كل العالم عم تتصور معي. كل العالم عم تحكيني. شو التقديم اللي عم بتقدمه لكلمة العادي؟ وبعدين؟ بس عادي. قصدي شو لقدام؟ عادي. شو. لا لنشوف بركي كيف الله بيفتحها بوجهي. طيب. انت شو عاملة لقدام؟ برجع لعندك خضر. بس على فكرة انا مش عم بتديني ولا دينك، انا عم بحاورك عم بتحورني. عرفت؟ هيدا هي القصة الموضوع كله. بس لأسمع كل قصة خضر الرملة. كنا عم نسمعها رابعة. أنت تعرضت للتنمر أذاك نفسياً صح ولا لا خضر؟ شو نوع التنمر اللي تعرضت له؟ التنمر قبل الشهرة. شو كان التنمر؟ إنه زمك. زمك يعني قصير. قصير. تمك أكتر كبير. من زمك شو كانوا يقولوا لك؟ تمك كبير. أكتر شيء هيدا. بس انا كنت انه قصير اكثر من انه بس زمك او اكثر زادوا؟ لا هيك انه انت لشو عايش؟ لشو عايش؟ انه انت انه شو قيمتك بالحياه؟ هيدا هالشيء كثير عيب. مين اللي كان يقول لك لشو عايش؟ رفقاتي يقولوا لك ليه انت عايش وشو قيمتك بالحياه؟ شو كان يصير فيك؟ تشقف يعني تتشقف؟ شي مرة فكرت بدك تنهي حياتك لأنه رفقاتك قالوا لك أنت مرتين. لشو حياتك؟ مرتين. شو؟ فكرت بالانتحار؟ شو مرة صار معك؟ مرة بالشفرة على إيدي حاولت الانتحار؟ بالمدرسة هيدي لأنه خلص وصلت معي للأخير. حاولت الانتحار بالمدرسة أو من المدرسة بالبيت؟ بالمدرسة. شو عملت؟ جبت شفرة وبلشت شرايين هون. فكمشوني انه رجعت زبط الوضع حكيوني كلمتين طيبين زبط الوضع. بعدين فتره قصيره كمان تعرضت لهول القصص ورجعت حبوب بالبيت. اخذت حبوب؟ بس يعني رفيقي كان حد شال لي اياهم وهيك. يعني شو اللحظات اللي بتمرق فيها او الحاله النفسيه لتقول بدي انهي حياتي؟ هالقد كنت تنوجع؟ اكيد شو شيء ما بيوجع يعني. بس هن كانوا يقنعوك انه انت لازم تنهي حياتك انه انا ما الي يعني ما الي فعاليه بهالحياه ما الي عازل. انا بحس انه ما كان عندي شيء عرفت ما عندي شيء كله كان كله ضدي عرفت انه كل شيء ضدي كل المجتمع كنت تحسه ضدك. انه ما خضر كرمال هيك رحت على السوشيال ميديا لقيت السوشيال ميديا هي الملاذ انه هات لاعمل انا فيديو بركي ضرب بركي انتشر بصير محبوب بصير انا قوي. فيكي تقولي كرمال انه صير محبوب.
100%. صارت الناس تحبك او تتنم بعد عم تتنمر في عليك. في قسم كبير انه انا بحبني بس في انه من هاي تبع الغيره انه لشو بدي اوقف هون دكتوره. سمعتي حوار بين خضر ورملاء، هل منعتبره تنمر؟ انا اعطيته رايي بطريقه انه شو العادي شو الهدف يعني، هو رد بطريقه مستفزه عدائيه. رملة بغض النظر هو كيف رد هو مثل، خلينا نسمع راي علم النفس. ايه؟ رايك؟ انا استغربت من طريقته على فكره رابعه. هات لنسمع راي الدكتوره. لا ما فهمت هجوميه، انت قلتي له اياها بطريقه مضطر يجاوبك بها. انا ما فهمت ليه. بس انت كمان هجمتي. ايه؟ حكيتي كمان طريقه ناعمه هي انه شو العادي. بالعكس انا ما عم بستفزه، انا سالته انه عادي. طب شو العادي؟ طب وبعدين انت مفكره اسلوبك، انت فاكره اسلوبك عادي مبين مستفز. اسلوبك ما كان عادي. انا استغربت طريقته كيف لانه الاسلوب. ما نحن عم نقول لك، نحن عم نقول لك اسلوبك ما كان عادي. ما شفتي حالك ففكر كان مستفز يعني. كنت قلتي له سوري بس انه فسر لي حلنا غير يقولوا اسلوبي. ما حنا نحن بس كرمال نصوب. حدا حافظه بعد رملة بس كرمال نصوب الحديث. معنا متخصصه لتحكي وتعطي رأيها باللي عم بتشوفه لأنه هي يعني عن علم ودراية. تفضلي دكتورة، عفوا على المقاطعة. أكيد اللي صار هو نوع من أنواع التنمر، لأنه التنمر هو شخصية بتتفوق على الشخصية الثانية. الإنسان معمول من مضمون وصورة، الصورة اللي بتعطيها للخارج هو قناع. وحب الشاب يفرجي على السوشيال ميديا صورة معينة عنه وقال شغلة كتير أساسية لأنحب يعني شوف الحاجة تبعيته وين. طلع حدا عم بيقول له بس كذا كذا كذا، شو ما قالت له؟ انا ما فرقة معي شو قالت، انا وقفت انه كيف دخلت حالها اصلا؟ ما هي ما خاصة بالحديث، هو اللي عم يحكي. ما طلب رأيها، هو ما سأل رأيها، بس يسأل رأيها هي بتجاوبه. شفتي هون في نوع من بس هيدا بنسميه تنمر ولا شيء ثاني؟ لا مش شيء ثاني، خليني أوضح لك شغلة، بأصول الحوار وأنت سيدة الحوار وبتعرفي في أخذ وعطاء، يعني في مساحة معينة أنا باخذها عند الآخر وفي حدود بلتزم فيها. الحديث لا له، فإذا أنا ما إلي حق الدخل إلا إذا هو عطيني.